بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب ذا قالقة أما الدعوة ذي أشياء قالقة أو نقدقي السنة كالسن تي في أما نقدعونا هبين ونقسن ملك استهجب تام كسولي وذا برامجي قرمت أو آن وعاو أي مرتي نقويهين جيلي أشياء سندك والبا برود والبا حبلود ورنتي خالقة شعبك الصومالية أو حق ميديا أما مش وحلو يقان السوشيال ميديا رنتي أذ لو يقان وكتب على مر والبائن بالشدة الصومالية وعي جريان دبت صدنا أي لقب صدنا عدي إن قلنا تكون دبت الجو يكو ذلك الجو هذا مو حان رنتي أذ يا أذ أن ولا نحي كسر هذا برنامج كان قلت أما ذات كدعونا هنقضين أمريكا بهنقضين أنا قاعو كفر القيم دونا وحيالي أي ماركتي كوخص بي إلا ينقضان والله الله 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 لكن الله 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 arimaha bulshada haday noqonayd xagga siyaasadda iyo haday noqonayd arimaha bulshada intaba ee jirayaasha sanadku waa wada hadlood oo aan runtii laga yaabo inaad inta badan inaad ku aragteen maragta xagga Facebook ama meel kale social media waa faa'iido oo dhinaca shisha jirta faa'iido sawul iyo Ruud Axmed oo loo yaqaan Hana Salax oo maragta caawa barnaamijka igala qayb qaadan doona saaxiibaan kusoo wada barnaamijkan aan kalsooni idin kusoo dhaweynayna marashatan waa madasha dadka Soomaaliyeed lagala hadlo oo runtii sidaa mid waa dadka Soomaaliyeed dadka bulshada wax u qabta ama u dhiidhiya ama u hadla inta badan lama soo bandhigo ama bulshada lama baro taasina waxay tahay waxyaalaha dadka Soomaaliyeed runtii isku xaqiraan laakiin waxaan jecelnaa kalsan TV oo ah wadaayaha dadka Soomaaliyeed iyo marka cod lahayn in aanu caawa bal halkaan wax badan aan maarag kaga hadalno baraartana kusoo dhawaada faa'iisa iyo run labadiin kusoo dhawaada barnaamijka maashaallah ducale aabad mahadsan tahay dhammaan horta waxaan salaamaynaa dadka dabaadanaya waxaan aad uga mahadnaqayaa madaxda ama dadka la shaqada shaqaalaha oo isku duuban kalsan TV هو أول كلام أحمد كسرور هو إيه من حكمة الدولة ولا تخرج إسلا شقيه أو صاحبة أو ولا لا رنتي أنا أذكر ضحين عتك أما دولة كان غير أما عتك الشعب كسوم لا نقدين ما نبغى إنه حاجة ميدي آيات عتكو عرقتين كسر هذا برنامج سؤال بعض يعني أنا لحد يتاسع محا إذا كو كلف في إن عاد وعي جلنت عاد سميسان every day وعيدين قطه قيب كم إذا وحن كل هاد قلنا تي كاسن تي في يا إن شغال هذا كان سكقيم هبلان أنا سيسم أنا يا فايسة إن هدي أنا يدين بحجلا وحنا وقصبي كل فايسة نقيب كا تعتبر بنتا إن وحن من ضد ميديا كتر إن بدن وحن هي ضد ورياء مركان مركان بنا هنا جار كا وضب حمرية من نبي عن قبسنا وحن كسر نقوم إن عن كسر من برشة الصومالي وحيها واحد دعاء فيلمان جوجوسا أنا وبدك يعني سكر قاعد بروح بدن أقول شيء غيره مركز سمح لنا قطع إن كسر إنه إفري ما أنت مو في بسوب أرمنا برشة وكلا هدي أنا كنت أرتو إن واحد شرتو رواية ده أنا كسر من تلاش سنة كا إن هل فيلم وآه قبيلك فأسن إن بدنك هذا بعد تنتا قبيلك هو نوالة هو نوالة هي روح الجارة إن قبل بهدي رسالة بنتو أقولك قبيل وسيم ويلكم سيدو كلا مركا بات سوسايتي بان قبيل كوالا مهي إنه بشي سونا وقويا يقرينو إنت كرام كيان عنك وكود دوانو وفايسا دي بنا قيبت هذا فايسا دي أنا لفتي أساسك سيمي دي إن آد مارك تي آد وحايد نكو قصبوا يعني قلنت إن آد دوات بلشيدة عركتين سيدي آد عركتا إن بلشيدة صوماليات ومانتو قبيل كاسي وبربري أما وكال بابي أما وكال قيبي قومي أهان ضد أهان إسلام أهان حقيقة أتكا عركت ما عركت عركت ذان إنو ضدك صومال وقبيل كبابي قلت الدعاء لي سعاش أسوى السؤال عاد رنتي وقيمة بطل إن أنا عركت ذي هدان ديفتو وحوية القبيلة دو حان أم لاني إن أنا مركة روحناها عيالك عربت كل شيء بانها إن قبيل ما نبرل قبيل ما نقول إن صومالنا وحيي هاي ضد اسكميدا أو ولا لأم بيحاين
قربها مركا ليمي وحيالها يجي يابي وحاكا سيصومالي وكلا قيب سيمهين مركا مسكحي لوحا كترتي قبيالة دا محا كاني محا سببتا كاني قبيالة دا مركا مركا مباركان سميي ما داو مركا يقول رايقها قف آن صومالي كدلن وحان قرت إلى صومالي دا إن هاي داد قبيلة كده شي تاسنا مركا دا بأي كنتي سببتا إن اي قبيالة دا اي تمادو تان هدا الأسوال نقضو سببتا كنتي إن دادكي إسكال سعران وكلا وحبياً إن صومالي هدان هاي أنا وحبنا المسلم هاي إسكداف إلا إنه بوليهان إسكلا صارني وحي ترتاح حقيقة دموليك حتى لدقية هاي إن حتى نسيسي كلا صاري فكالقبيارد ما هم يرقوا الدو معها والفوق تهيروتي وانا دباتي كلية أنا وأنا سلاي هدان هاي فايسة عوي هاي ستتدفت صومالي وانتا قبيارد وحدا الكين بابي بلشيد إن هاسو لقي مركي لأغو لكن هذا أردتا إن بلشيد صومالي قبيارد إيسان دريمين حانوكا إيا دباتي دا إيا سلعا إيكويسو سداء رضو مليسا أنا أقول لك dadkii la yiraahdo dad islaam ah waxa wax shaqeynaynaa waayo umad waxaan nahay hal doonaysaa Soomaali markaan nahay marka ma shaqeynayso ina qabiilka ku dhex jirna marka aan ifaysa qabiilka inaan ka dagaalamo bargaran difar ma sameeyno filmad ba sameeyne filmkii aad ee hoggaan wanaagsan tii ka daawatay ee qabiilka masha Allah aad Soomaali u gaaray si balaaran loo daawaday marka anaga ilaa iyo aan ka joojin qabiilka ma harino aad iyo doona santaa فإن سعقها دعون سوى النقضو تتبضل يا مانتا وحيكو كالسويين إن أي قبيل قوة كل حجران أي قبل ليس أحالان تاسو أن المهروب قبجة أدون كنا كشقين مو مالين سادتك سوى معرضين إن بلائيين أم حاجة عغلي غرنتي أي كان مرأيين مركات في رسو ودبا بضل عالم كا إن آن سوى معرضة دعنا إن آن مدبضل آن قدم بينو سيدي ودبا درس كو أوكال ورنتي إيه اسمق ليا أزيبون شأهان أما الدولة هان اسمق ليا لكن إنه أما الدولة هان مقطو أما شعب هان مقطو إنه always fragmented كالقيب سنان يقوب ليس يجرو أنت سيدان الله سيدان الله ربحك رأي سليلا أردت مدتك أردت أقول إنك هذا أنه هاي صبارة المسلان هاي أوكي فكا دين تهدي أن راعينو إن دين تو ويوغش هاي وقفك استقبيل بكل شيء صومالي قفك استقبيل بكل شيء عيب ما ها قفك بقبيل كيسا شاكتو سجر ميسيد إنه دين توي شاكتي لكن واحد الديدية قبيلة دال الديدية مرك واحد كلام ذا يروح قف كرادو أنه قبيل هبل بنكر شيء أما الدجال هبل بنكر سوت شيء ذا لكن تل الديدية قف إنه قبيلة وكل ده مو برشاد ومرك على الدجين يحي مالك استوى بتشو جبها حاته إنك مرك هذا هاي الصومالي ديب كهذا إيه كهذا عرقنا إلا ده بربر كمرك دع إلا هذا أنا فايسار وحنا مسنين تل قبيلة ده مرك ما حاك يعني dadkii Soomaaliyeed markii dagaaladu dhaceen oo kale wax laga yaabo qofka si uu deegaankiisa u cararay oo deegaankiisa degay oo uu siri markaa meeshaas laga yaabo inaad yaani aad ku noqotid safe oo kale ku noqotid laakiin taas laftigeeda waxa keentay in dadkii ay runtii ay dhibaatooyin kale ay ka sii dhex abuurtay oo kale ma fahamtay marka in runtii qabyaalada sheekadeedu wax yar oo imika anigu hadii mar dhaweedna markan xagga joogna waan ku sheegay aniga hadaan awood heli lahaa waxaan dhilaa qabyaalada sidee looga saar karaa waa in laga baraabay inaga already dhibku la soo gaaray caruurta dhalan doonta ama caruurta hadda iskuulada bilaabaysa laakiin hadda Soomaaliya kale meelaha la joogo madaxdoodu inay sameeyaan iskuulada cashar yacni lagu daro education system ko kale lagu daro in ilmaha Soomaaliyeed la dagaalamka qabyaaladu kale furugsaanba yacni waxaan aragnay dad badan oo kale oo la dagaalamka qaadko kale drugs ko kale waxyaalahaas oo kale qabyaalada way ka sii darantay tabarka iskuulada kale hadii meesha mathematics ko kale iyo physics iyo history iyo in Korean loo sheego in ila ka yara agtaada fadhiya gabadha ka agtaada fadhida waa your sister waa gabar Soomaaliyeed inta aan loo sii dhaafin wanti aad iyo baa umad santa arinta reeskareysay ah ee la dagaalanka qabyaalada wanti bulshada Soomaalida daawanaysa la dagaalanka qabyaalada kuma jirno
هذي دين أهم خلنايت هذي مجتمع أهم ضد أهم ضد أهم بين خلنايت وشيء كلي سومالي ده ما أنت كانسر كل مغذي إن بشدو أي مارك تي مبجنات شيء قبيلة ده أي قبيلة كلا بضبع أنا صار نقول عن أمريكا بعدي وحد ترين وحنا سمعنا روايات كسابسا قبيلة ده بل أنت أنا كل كاشرين بل ما بيجي رتبت وحد روايات هاي قبيلك أنا فايسة بروح أسميني رواد قبيلك وأنا كجهر لأنه قبيلك إيش صمالي وقرب جوكتة سيء بقنت أنا فايسة حافظ ده أدرس بنا خلنا ويجي معاني سواح يقول هذا بريه من ماركو يعني ده إيش من إحلان بريه متجهين سأقول ولا ليات هاي صمالي أنا إيش من إحلان ما أقان وحنا هرابيلنا سكون وقلا ناس يجونه ما يقول هذا وتا هرابيسا إيش من مرك ده سواء كوا ألفني سين برشل يقول وعي كلمة وأنا الروايد أب أخرج بلا إن شاء الله متي بقى موجود ريا هرت الروايد أسمع كسر حسوس ترون توان قصلا إن الروايد ده ستة حبي يقول لي هدد هنا حسوس تيد وحويان دد بدو مرك عارك الروايد أم لاني إن فن رنت وقصة بدن تاي لكن الروايد أنا أقبل وصف فكرني ريسيرش عن كسب إني دد كسام عليه وبرا نجو وقدي من البيس وقدي يعني ما هاي يعني فان فان وقسميني وحقيقة شرتة وقف كستا ضد بدو باروتي مركع كان كليب كاس رانيا ما أملاين الصومالي نساعد ما لكن حقيقة شرتة وهدي ممكن ماذا هب قارف الأركي الأركي دساس وقول نقمية حتى هكنا نجو قربها يو كنا نجو دساس ونقمية كان روايت أصبح لمن يوعي قلن وحيقول نقول نسا الصوماليين إن ما دام إنها نجو قبل كسور كذا قبيلة ما بلده قال مية قبيلة. أديت حتى على الله بالكلب كا جنبه كشاكين وآت كم خور حلا بدن إنك استوى هنيك أنا داون إذا داو ذا شو نا داو ذا أنت إنه هل هدول بال بحس سؤال بالعكس حبلا عو كويتين داو شو نا كسنا يلا. السلام عليكم باي سر دبوا السلام عليكم ما في عسل الحمد لله. فري سبب قبل الدرس كينا هدو صمالي حافظ سودكتي مالي نالي دوي دام قبر اي شيكتي بركاسان قراع وكواي ولا مران كو قراع هاي يمرن والا معاني انو حافظنا سودكتي ما شاء الله كسر بركا حا وحنا نقول لها ميشن تبا دقنو قاسا سمي صمالي بدل يبقل اريا بقل ريرك لها كس دقل لكي اني الاسحك ما شاء الله دم كاسر صمالي ميا ما شاء الله صمالي اه 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 محكر جنس وقام بهن ما يدوي كويدي بصمال بصمال معان كل صمال سيدو هسمرتين حافظ حافظ على حافظ وحينا دي قلت يمين وحبنا ما شاء الله مركز صمال دواتي صمال بي يا صمال وين ما هي ياتي محاوطة ويا صمالي وبغنت هاي الصمال دواتي اوكي اوكي صمال وين انا معانت ها ايلو صمال وين ها اذي انا الصمال نمتي يا الصومالي اللي هو بدن تحي لكم الصومالوين صومالوين ما تيجي لكم مركز الصومالوين تازم حيتهاي اللي الصومالي وكورة يا باي أحد هذا حكوا يدنا أفكر كل ده يسأل أفكر كل هذا ليه تذكر ده أفتي الصومالي ده بتي لكم قدر عادي الصومالي ما عن ترى الصومالوين أنا هذا أنا أدي أسكمل لك ما نور أسكور يروي هنا مو فاهمينه بس فاهم لا أباي الصومالي أنا الصومالوين الصومالي وتيك كلهم وجرنا يا باي هي يسوي نادر الصومالي وكوي كعب حي ما شاء الله عيش ملحلان قبل كم سوى مالنتي دي ودلا دسي عيش ملحلان هاي هرتي قرار النقاني رنتي لما سعود هولهاس نقول قبل كم سوى جيدا ما كسوى جيدا لكن سيم لانجوج لكو هذا ما هو سمالي وكذا شيء لانجوج كانت دي قد افتح دي سمال سمال وحسأله قبل كم سوى جيدا بس انت سان قربان انكو شيء قول هرتي قبل كم سرطو لقى قوة يدنا ما يوعد قوة يدنا قبل أولي قيمة قلوة رنتا في عمرتا ها وقبل عسو إيمي كان عسو بيهاي ما إن شاء الله بس بار ما ليدين مرك يا ما شاء الله واح كسر لا كسر ها أي مرة يعسوه بس صار كده أنا وين كسر باي بقى يقول صفت أرتمو ها واللي بس ما فهمي قال كلام أنا ما تكلم كينو بس استعمالنا ها ما شاء الله لكن وكاس عيش ما ودي صار ويني نعيش أمي الحلال وصوب بقى نحن كويديني صح ده بارو
أفكار الصومال كوا هلا ميشين دي جيران وبدنا وبدنا ما شاء الله وصبح دي مركن المها سكول كجينا يا وحاسكيا تدي الصومال كوا هلا كل اللي الصومال يعني هلا والله والله دوحة خام وقتنا تجور في عن تهاي وراها وابقى هاي سودو إن أبي وحاي وصلت بالعلا هوا موقف ما شاء الله وصبته إنا برتبي كذا محاها وراها صومالي حاتري صومالي هذا ورد كهال مرك كهار مع دبا الصومالي هيجور لا يا أبوا قبيل كاج محوها ولا لا ورد أنا إن قف كسل قبيل أنا ورد أنت ورد كوشي يا جماعة أنا قبيل مكوسو كر قبيل ما قان هاي ما فهمينه حما أنا عيارك كان بضن هن سكرت عيارك كان بضن سكرت أنا قبيل وحن اللي جروا العيار أو سكول كوا هذا مرك ولا لا ولا سان سكوسو كر ما قان قبيل عليك سلام مع أنت ها سكلاف وحاس هي قبيل متشعليو ها قبيل أنا ما كان بصيو ما قانيه وحنا كلا قاليه كسو تشدواكي صومالي الا مشبر مره دي الاسبراني وهلا هذا ما هذا اسبرت راك قبيل ابيكي ودك نقسو قيمه كي انت كان ماها هذه مدح حاجه حنونا ما مدح يكون واحد سوريرينني قرب ودي تشوغناي ودن كان كو ودا نولناي وحبا قبيل قبيل يا هذا قرتوا ها هاي سوريري لها يا ها ها يا ام قبيله دي يا ام حاس هي هي تمعيدية تواليه قريبية ودنكي يا عسر الجاهلي أنك سوق إحنا نقدف ما فهمتي ما درتي يا تعدو رقف يا ورد عاد يا دخل سقط أسقرني سا ورد درس أنا يا لسكو عبد قلم كواس في إلهي بقى بورتي ما يقول بصامالي أنا واسي مناي سناش عدالة هلا السناد ومضوء أنا هدو ميت قانا أنا ميت قانا يا أنا ميت قانا أنا هرت أنا سبرنا هضا هاي لوال السيدق مبتي أنا قبيل كان كتر الشيء قبيل وحولها بضل لي وانا قبح حولها لهين ويانا يجلبتنا انا قبل يا أريقة سامالي انا قلي ارلي دورت ما يدين كان حولها او كل امضو دن معاني قحتا هدو قبيل كبير اوه سامالي دي قبيل كبوح اي سامالي اكو حولها بضنا سوتي سعودي قلو دو فنجر حولها سامالي اللي قبيل كيقا وحولها بضاني سامالي حاد قصصة وقبيل كي قبيل كان درس كيقا عجائب وقبيل كي قبيل كان ما مقش قبيل ايران سامالي سبحان الله سامالي marka de anaga marka qabiilku ugu laa qabiilkii xoolaha iyo haddii dagaas qurxaya yaan darsana iyo xoolaha ina darsno isbarna rabna inta ina ka fiican ma faamino ya Soomaali geel uu la xool uu lahay waxa sameeyneysa haddii waxaan rabaa kooda deegaan ka baxay Soomaali mar hore kala baxay haye haddii dagaasto wixii kala baxay Ilaahay isku barakee haddii ina ku sheeyo hoola deegaan waxaan rabaa meesha gobolkaad ina dagaas gobolka ka soo jeeda ana gobolka Soomaaliyan ka soo jeeda subhanallah tan waxaan maraniya Soomaali ma ku waatay ana yaad waxaan rabaa كنت كسر شيء ديت عداد إيشي كمان كان كذا كذا وقت مقعيس إيشي تيان وعيش ملح لا أبغى أنا هلا ده عيال فوق حين يصبر بال برواق هذا يا جيلة أنصار كبل أنس أنا يصير أنصاري وقيم مية كل يا صار يا بس أصير روح حرك كل من فين الله ينعم هي لو أتم وسيرنا والله ينعم هي أنا وسير ما لو ضرت مركب وحنا وسير ما ضرت أنا وصل لي مدورة لكن دوا دل برواقع برواقع ولا سومالي لو برواقع واجب حلقة يا ما قبل كي ما سومالي قبل كي هو قبل برواقع ولا يقعنا إن شاء الله سومالي ولا ما قبل كي هو قبل برواقع سومالي وحرادي برواقع يروح إلى يوسف حاله لكن قبل كي هو سجارة وكدوي قبل قبل كان فانو سومالي ما هو أنا قال ما هو وحن الله تعالى إلهي أنا نبغيه إلهي أنا بركيه كل جه سومالي قد صومالي هاي بحذية يا سومالي هذا سامان درس كنا هاي أنا وحنا أبا وحنا كسورتشي وحنا كسورتشي ده هذا درس أنا هذا هاد سكوري أنا أوكي أنا سكوري ريني وسهم هذا دوري دمقتة كون وحنا ما نعرف درس كله على ما أنا هذا اسمه فهني إيه ما بس فهني سال سفهني سال سفهني هذا ده ما تجينا إيه محق قبيل سكبت دواء سفهني قبيل محق فلس تقشن كيس نيا نيا أنا كاتبي مع السلامة أنا وكم قال لي قلوا كوه يبانا شيء كيو كاتب ماله دمر كان كله حافظ دمر كان سكول هذا ما طعنا كوه أنا محق برا قبيلة أنا سومالي ما صار عيش اللي حملها مكوا عرفتي عيش ده ده قلب الحرت ودي قرار شيء وسني هاي ولي ما عرفت قف ويري عيش ما أنت إيوه هرس ما أنت مقل نايا ها ما أعرف كوه هرس ما أنت بابا أنا في سومالي ما كويش تعدك سبحان الله وقدس يا تهيو أنت كتير أنت كني قبيلك قبلك عيش ملح ما تقول رزي معانته خرط إلى جيسو هذا عيش على غيابة ما ينفع عيش ملح ويا ما يهر مركو أنا وأنا جع على ما أنت قصة ما يروح هذا بابا إيه بضد كسب ولا تشك يدوك هكذا وريجو طيب هذا هو شيء ما أنا عيش ملح سنة عيش ملح تسعة أما إسكت إيش شقده هذا عيش ملح لا الله يلا هو أنا أرشق
riyadaas insha Allah waxaad ka heli kareysaan insha Allah ee barnaamijkeena waxaad kala ka heli kareysaan hadda aad gashaan een barta Facebook ee social media ee YouTube channel kooda ayaad ka heli doontaa insha Allah een hadhawna bal waan sheegi doonaa barnaamijka qaybta ugu dambeysa ayaan sheegi doonaa een xagaasi waxay ahayd xaqi qabyaalad dhinaca marka waxaan u gudbin doonaa dhinaca politics ama siyaasada Soomaaliya taasoo runtii noqotay mid qof walba oo Soomaaliya 10 milyan ama 12 milyan xataa caruurta lagu dare in qof walba oo Soomaaliya uu maanta raadinayo in uu noqdo siyaasi waarin adduunka ka yaabisay has yeeshee dalka Soomaaliya mushaakil aad iyo aad u farabadan maanta ku haysa siyaasadu waa shay la barto marka aynu fiirno wadamadan oo runtii loogu talagalay in ay ku dhaqmaan iyagu maadaama aanay dad muslimiin ahayn hase yeeshee siyaasadda Soomaaliya ayay noqotay mid ka duwan midda ay reer galbeedku ay isku xushmeeyaan oo qofka lagu soo doorto karaamadiisa iyo sharaftiisa aan lagu dooranin sheyga la yiraahdo qabyaalada oo dadka Soomaalidu maanta ay wax ku doortaan 4.5 taa ayaa keentay in dadka qaarkood haweenkiina waxba laga sheegin in ayayinka qaarkood ay doonayaan inay noqdaan laftigooda siyaasiinta Soomaaliya bal arinta hablaan ayaa riwaayad ka sameeyay bal caawa iyaga aan wareysto ayaa doonaysa bal inay xildhibaan noqoto ama dowladda ka qayb noqoto bal arinta aan bal ku soo dhawow aniga iyo wiilaha xaafad way badan ayay fiisayso marka waxa dhacday in ay dhawr mar islaamiga xaafadooda iyo ayayaashii ay baxeen markay dhalatay marka maadaama ayay carruurtii la haysay waxay tiri aniga markay hadan baxaya sida ayay xildhibaan laga horreeyay maaga deysid maay tiri xildhibaan baa la siiyay agar xasankii jibreel baa la siiyay dariskeena aha ama waan bixi ama waxa rabaa aniga baxaysid ama waan ku raacayo waxaan raadsanayo sir siyaasi ku noqotay ayay xildhibaan zaahiri horta xataa ayay xildhibaan rabtaa waa arruurtii aadan masuul ka tahay waarin runtii aad isu fikirnay sheekadaas sheekadu waa qosol laakiin marka dheetid sida aad u barkaan u sheegtay soomaali waxaan qof kasta waa siyaasi qof kastana hadduu imkada yiraahdo dalkii baan ku noqonayaa ma arkaysid qof oranaya wax rabaa macallin ma arkayo qof rabaa inuu oranayo garacsataa rabana qof kasta wuxuu oranayaa wax rabaa siyaasi noqdo qof baa koray wasiir barabaa qof baa safiir marka ayaydaas waxay noqotay ul ayayoon kamida dadkii kale ee iyaguba sidaas kale oo hamigoodu ahaa in ayadna siyaasad noqoto marka sheekadu waxay runtii sheeka aad u qosol badan weeyaan ayayada oo marka oday islaam waayo xanuunsana oo dawooyinkii baartay kaadibacaanka waxaas la baartay qafta oo jiifta oo gariiraysa oo marka cilinta ayayada u tahayna dawoodii siinayso baa telefoon ku soo dhacaya marka oday ay sii qaaniin oo iyada ka sii da'weyna afar sano ha adan xasan baa xalayna loo maxay tahay loo yacni laga dhigay xildhibaan taas ayay ku kacaysaa iyada oo oranaysa hadiiba odaygii iga weeraba xildhibaan noqday aniga meesha ma sii joogo marka arrimaha aan baxaya aad iyo aad bal inshaalla taa laftayda aan daawan doono laakiin inta ka horeysa xildhibaanimada horta waa maxay dad badan ayaa qalad ka fahmay in xildhibaanimadu aysan iska ahayn qofku inuu meesha tago oo qabiilku tago oo uu makhaayadda maalinta iska fadhiyo wax iska cuno oo habeenkii iska seexda ama jaad u cuno maanta mushin loo yimaado ra-iisul wasaare ee madaxweynaha la tuuraya intaa u bay ku dhameystaan intii aan arkaynay mushinadii 8 sano ee la soo dhaafay inkastoo aanan filaynin dowladdeena hadda jirtay in arrintaas ay ka soo baxdo insha Allah waxaa dhici jirtay NGO-da waddankan in ay shacabku doortaan 4.5 laguma doorto muhiim waa in tusaale waddankan waxaan u soo qaataa waddankan carbon dioxide ayaa jirta ninka madaxda noqonayo wax merit lamahaya lagu soo doortaa ninkan inuu ahaa nin aqoon leh oo jaamacad ka soo baxay iyo inuu ahaa nin maaragtay weligiis aan fool gelin a waxba aan dhicin hadduu tuugaa qof walba siin bu ayuuyara waddankan oo criminal record case-ka haddii u dhasha xafadaraalka yar ee adduunka meel ayuu yaalla meesha aanu soomaaliya waxba qofka aan lagu qorin oo xataa dawladdu marka ay meesha ka baxdo waqad markaa loogu yimaado oo dawladdii hore laga dhaxla inaysan oolayn taasuna waa mashaakilaadka naga haysta ayna keentay aqoondarada ama waxbarashada gaaban ee dhulkeena maanta ka jirta aan ka soo noqdo hadlo sidee ayaad u aragtaan marka riwaayada sidee baad ugu cabirteen ayayada iyadoo doonaysa inay Soomaaliya tagto wax ka noqoto maadaama iyadoo nafteeda lagaada dhacayso waayo qof xanuunsanaysa tahay
sida ayaad u cabirteen macnaha maxaa idin ku dhaliyay in aad arintaa idinku samaysaan? sida markii horeba sheegtay waxa weye dadkeena soomaaliyeed qof kasta inkastoo ragga ay u badan yihiin waxa weeyaan waa dad siyaasiina waa dad raba in maaragtay in aanay shaq yacni imika markaad imbiyada eegtid imika dalka aan ku noolahay oo kale waxaad arkaysa qofku waxa laga yaaba in 20 years oo kale in markiisii hore kasoo bilaabay meel hoose kabacdi MP noqday oo kale marka uu soo maray marxalo badan uu soo maray kabacdina loo aqoonsaday inuu noqdo qofkaasi MP hadhow inuu kasii gudbi karo xilaal kale inaga yani markaa ayeeyo waxay ku tusaysaa yani dhibaatooyinka haysta innaga haddaan nahay Soomaali oo aanay kala dambeyn jirin iyo inuu qof kasta isagoo laga yaaba aqoontii aanu haysan so garabaysid experience-kii inaanu haysan uu rabo inuu xildhibaan noqdo ama rabo inuu noqdoba xitaa laga yaaba wasiir safiir waxyaala noocaas oo kale ah mataleba tusaale haddaan kuu siiyo oo kale for example hadda imika dib u raacdid yani inta badan runtii dadka soomaaliya mas-uuliyiinta oo kale oo tiraahdid qofkaasu imise sano uu ku jiray siyaasadda hadaad eegtid waxaa jira qaan zero ah laga yaabo mataleba wasiir loo magacaabay oo aanu wax background aanu lahayn in a political clef for example lay ninkan oo siyaasadda wuxuu ku jiray 10 sano ama 15 years oo laga yaabo inay tahay shaqadii ugu horreysay qabtaba noloshiisa inay noqotaba taas xildhibaana mawsiir taasa keentay inay ayeeyo iyadoo ay tiraahdo anigana maxaysh maxay fadhiisiyey amba waana maarata meesha ka qayb gala mudada kale burburkii wixii ka dambeeyey waddankeena wuxuu noqday dadka politicianka ah macnaha ma wada dhahayo boqolkiiba 75 in dadkii ay noqdeen dad aqoon lahay marka dalkii markaasoo kale gacan kuma jiro dalku waxaa rabaa dad aqoon leh u dheeri karo wadani ah wadanimadana wayba ka dhamaatayba marka wadanku wuxuu u baahan yahay insha allah tacaala in waxyaaba badan mid kalan ducaalo sorya kaasoo dhex galaya in yaroo ay rul jiraan raba inaan runtii aan dabagalo runtii maaragtay aanan maaragtay dhaliilayn sabado aada waxay carabka markasta ay ku dhuftaan qof aqoon leh marka aqoontu waa muhiim laakiin waxa weyaan waxaa jirta waxyaalo kale oo kasii muhiimsan aqoonta yani ku waxaad arkaysa qofka oranaya PhD baan haystaa laakiin experience aan lahayn amaba laga yaabo inuu ahaa qof criminal oo kale for example inuu ahaa qof musaaq yani shaksi ahaan ahaa qof musuqmaasuq badan qof marka hore qof qabyaalad iyo qabiil ku adeegto oo kale for example marka markasta in ay soomaalidu qofka ka fiirso keliya dhinaca mataqaana waxbarashada bas qurba hadda inuu qof kasta PhD bootoo qof kasta jaamacad buu kasoo baxay that doesn't mean qof kasta xilka uu kasoo bixi karo qofkaas maba soo istaagi karaba responsibility maba qaadi karaba qof inta soo dambi soo gala that's a belief aniga insha allah waxa imaan kara in wax inta loo baahanyahay dad kaliin ah ay u baahan ummadiisa inuu badbaadiyo absolute bal aynu clipkan aynu kaga hadlayno ayeeyo doonaysa in ay noqoto xildhibaan ahan bal wada daawano oo aan ka codsado maaragtay farsamo yaqaan maxamed bal inuu clipkaas usoo geliyo daawasho wanaagsan tii kaliya xanuun kanaskugu filanba ayay cunto fresh iyo wuxuu kuu sameeyaa iyo fruit qadadaba kaa cabira ana qolka sii gal waa iska sii akhrisan lahaa ihaye aa
waxay ku fikiraysaa in ay noqoto
xildhibaan waa mashaakilaadka dadka soomaalida waa mashaakilaadka dadka soomaalida maanta ka haysa sida dadka qabajoogta in ay ku fakarayaan in ay dhibaatada joojiyaan aan idin soo noqdo marka maxaa ugu talagasheen inaad kaga wacyigelisaan dadka siyaasiyiinta soomaaliyeed ee maalin walba ku qulqulaya dalka soomaaliya ee dibadda ka baxaya ee iyagoo ku noolaa wadamo rule of law uu ka jiro oo dadku maaragtay kala dambeynay jirto oo cadaan iyo madow iyo jewish iyo christian iyo qolo walba ay ku wada nooshahay falastiini iyo jewishku ay isku meel ay wada marayaan xabad la ysku dhufanayn soomaalidu dhex yaacayso maxay tahay marka in dadka kanu maaragtay intay dhulkan ka tagaan dhulkii markay tagaan ay noqdaan bahalo iyagu lacag raadinaya oo jaad cunaya oo dadka laynaya maxaad ugu talagashay raggaa inaad ka wacyigelisaan dhihi doonto dadka halkan ay ka tagaan markay tagaan waddankooda waxaa laga rabaa inay cilmi ku kordhiyaan inay lacag ku kordhiyaan inay caawinaad ku kordhiyaan inay ka joojiyaan dhibaatooyinka waddanka gudihiisa ka dhacayo laakiin haddii waddankii la togo lasoo dhaco meeshii waxba ma yaalaan waxaan noqonayna dad isdhaafdhaafaya soomaaha marka mahagaagaya waxaan shacabkeena u baahannahay inaan annaga caawino wax walba ha ahaatee marka faaiisa adma qaybtaada ka dheh hortan waxaan dhihi lahaa haduu ku jiro weyaan horta waxaan anugu dhihi lahaa qasab maaha qof kastoo soomaaliyeed inuu noqdo siyaasi qofka hadduu yahay qof muwaadin soomaaliyeeda hadduu jecelyahay inuu dalkiisa wuxu qabto hadduu rabo inuu wax horumarka dalkiisa inuu ka qayb qaato wuxuu samayn karaa inuu cilmigu soo bartay inuu ku shaqeeyo xagga marka haddii qof kasta yiraahdo waxaan rabaa inaan siyaasi noqdo waxaan rabaa inaan safiir noqdo waxaan rabaa inaan wasiir noqdo waxwen kala dambeyntii la rabay inay dhacdo ma jirayso markaan waxaan dhihi lahaa hadduu qofku matalan ma dhakhtar ahaan jiray inuu xagga tago inuu la shaqeeyo dhakhaatiirka uu cilmiga isagu soo bartay inuu ugu faa'iideeyo dadkiisa hadduu yani teacher oo kale ahaa hadduu nurse qofku ahahaa marka maata inuu qofku yani have to be politician inay noqoto sheekada ma umaynaysaa marka in mas-uuliyad ay ka saarantahay dalka soomaaliya ay sameeyaan waxa loo yaqaano job sentence oo ay dadka soomaalida la xiriiri karaan oo qofku uu yidhaahdo aniga qof professional aan ahay waxaan doonayaa inaan dalka kusoo noqdo inaan xataa lix bilood aan free ku sameeyo taas waa loo baahan yahay mas-uuliyad dowladda soomaaliya hadda ka jirta inay samaysmiisan ahay taas waxaa yani ku shaqale waa dowladda ku shaqale dowladda la rabaa maaragtay in ay furto marka laleeyahay imika yani talanba wasiirka shaqaalaha shaqaalaynta miya wax saas oo kale wasiirka shaqaalaha yani waxa weyaan dunida meel kasta la tago waxa weyaan wasiirkaas muhim shaqaalaha maxay tahay yani waxay hoos imanaysaa wasaaradda shaqaalaha marka dadka oo shaqada raba inay helaan oo laakiin dalkii aan ku noolayn because markaad eegtid markasta xaqa waxa iskale xuquuqda qofka horta dalka ku nool absolutely yacni imika shaqooyinka bayortiga waa in la siiyaa dhallinyarada iyo dadka shicibka ku nool oo dee dhibaatadii ilaa laga yaabo 25 years weligood ba aan ka bixino kale for example you know innaga oo qurbaha ka tagnay inuu qofka markaa isa soo xaadariyo cv-giisi diro iyaguna markaa wasaaradda shaqaleynta kale for example ay baaritaan qofkii ku sameyso hadday eegeyso inuu qofkaas soo galay criminal record kale uu leeyahay oo kale wuxuu qofkaas qaban karo haddii xitaa markaa qofka intaa maaragtay shaqadii loo dhiibin training oo kale uu siin karo dad kale sii siin karo yacni qofku ka qayb qaadan karo dalkiisa sidu wuxuu ka bedeli lahaa taas in yaroo ku darsanaya waxaa jirto dhalinyaro badan wadanka gudihiisa joogo ee dheer bar ila soo hadlo ila soo xiriiro yirahda hana iyo faaisa bargadan waxaa wadan shacabka soomaali waxu taraaya maa ka hadashaan dhalinyarada ku shaqala wadanka gudihiisa ee dadka qumbo jooga la siinaayo yacni fairs bayoratiga waayo annagii aan u dhalna shaqala marka waxaana leeyahay basbord ma sigatid aqoonta somalid waa ka aqoon badan yiraahdeen waxwaan barannaa laakiin maga helaynaba basboordkaasa nagala joos garaysanayaa marka madaama hadda dowladdu cusub tahay ani waxaan isleenahay dowladdu way cusub tahay waxaan u baahannahay in wasaaradda shaqaalaha iyo wasaaradaha kaleo ka jira wasaaradda shaqaalaha siiba aada u qusaysaa in dhallinyarada la siiyo barjuunati ugu horeyso dadka waddanka gudiis wax ku barto ee laga joojiyey baasaboorada socdee la siinaya kadib wixii maq soo dhamaado sakan janis ku xiga hala siiyo dadka dibadaha laakiin waxtarka shaqooyinka ugu horreya waxay iskale ardayda jaamacadda ka qalin jabiya waxay rabaan ha noqdaan laakiin ma jirto maana aragna annaga qof baa diyaar raacays waxaa leeyay wasiir he baa laga dhigay diyaar buu raaci wasiir kale
أديت بلا أنت إن شاء الله إنك سوأنا أنن برنامج عاو كثر سن لكن وسؤال تاجن أو لبعين بل إن دولة الصومالي بل إنك جوابته أول صمي وسارد شقلا أم شقذا سيدنا وقت قال سؤال واحد جرب مالي رضو جوب سنتز أو أيدت كتكان وقفك وكو خصبوني أي إن ومعركتي شقال ككرات سيدو وقدم بين دتك الصومالي ذا هتين نقول الحق قبيلة ما دام برنامج كي جوجوية حق قبيالات حلما دون كان أنا وقفكو كسر بحيل حد أضدر لأنه مسج ملاحظ صومالي أما دولة صومالي ماركتي يعني هوس اللي جاية وماركتي كرامة دي سكة قاعدين ويان بكا تاس حلقة دكتورنا دو إن ضد مسلمة وضرنا هاي كأنه جو حنا هاي دين تو حي كلها دينا قدام صبار مهم مسلم هذا ناي سواسية بنا هاي يعني كل اللي جاي وحنا هاي ده سكوت بدنا هاي مدة بقى سكوت دقنا بكا ويني دينا ماركتي وحاسة كا إسكا دافنو هذا ربنا هور ماركتي متقانة دل كينا ينلاش هنا يأية هنا يأية إلمي هنا يإلمي هو ده هذا نقدر واحد ذا إن أي سكولة أوكل for example أي كسو سد مركز رشيد أي كسو دران إن محيه توه برشيد أي كوكوديان إن أرديدا حدا مثلا بسكولة بلعب عيال كير حدا يروح كهذا الشتاء سر ليه سر كرا إن سكولة عشرة لوسيو أو لغرض عالميو أبي أبغى ما ستاي محاولة وتركو بدي برامج وانا قبل قبل إن شاء الله مشكور حاضر أدو درس سفرين إن شاء الله waxaan ugu goobaynaa shacabka Soomaali iyo dawladda way cusub tahay in wadankii dib loo soo celiyo iyo soo nooleeyo in shaqo badal la abuuro in dalweerta tahriibkan socoto laga joojiyo chance kooyin aan laga seen cid kale qabil kale iska deeyo adiyat faisa awil iyo ruun ahmed oo loo yaqaan xana saarax ee ninki adiyat baan oo maad annay barnaamijkii caawa iyo khibraatin oo ahaa gabdhaha kan وجلاشي سنتكي لصوبة في يولد سنتكنا تبني تنقل ونبلا انتي وقبلها قعان بحي إني بشراء صومالنا مروا البدر بلابيان إيه وقبلها دولا إلى البركة إيه أمد الصومالي إيه المخوان أمد قيمة وقاعدونك ما ترتمت ودهان صوماليا قبيالدو إيه قفك إنو ماركتي أو دونو حل دبانا ما حل وارنتي وحقات إيهات dibaato weyn ku ah dalka Soomaali waxaan rajaynayaa madaxweynaha farmaajo iyo dawladdiisu inay merit sameeyaan inaan kaliya la fiirin qofkani inuu yahay qof maareeyay aqoon wata laakiin la fiiriyo shakhsiyadiisa inuu criminal record lahaa wadamada Yurub markuu joogay in isaga lacag lagu lahaa in uu ahaa nin qoori mas'uul ah oo aan maareeyay fursaam lacarutiisi reerkiisi aan ka cararay meelo badan waa in laga fiiriyo taartar waa mid aan doonaa insha Allah أنا شخصياً ولا جي لكن إن رنتي لفيرو اللي بعدين إن شاء الله برنامج كي ماركتي رنتي أنت إداوني سي وعاون إداوني صانده وقرم إداوني صان وحرم إيه فايسة لنا عشرة فريسة يرون أو لنا عين ذيك فريدة لبعض الأديات بنو ما تعلن أديات بعض ما سنتين إن برنامج كان نقرأ صوب مستقبل إن شاء الله حنا جينا بل إن ماركتي وعينا إن جوجينا نقرأ صوب قبل كشان كالسن تي في و تي في جيني و تي في جا ومتى صوماليات مركا أديات بنوكم ما تعلن بخش العرض نقصوا بغتن استوديا كان مقالة تمنى برنامج كان صاحب يال إنك تعلن رنتي أديات بنوكم ما تعلننا فرسمي غان كيو قراني فدي محمد رنتي أديات بنوكم aan uga mahadcelinayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waan uga mahadcelinayo inta aad ku jirto waan uga ducaaraa xadka tagaya sida iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh